حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن موضوع العراق الأول والأخير من يوم 1/10 إلى يومنا هذا وهو انتفاضة تشرين. تابعونا بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. انتفاضة تشرين بشهرها الثاني دخلت بأضراب عام عن العمل وعصيان مدني. لتفاصيل أكثر وحتى نسمع آراءكم وأصواتكم أتمنى تتصلون على الأرقام المخصصة لبرنامج صوتكم واللي راح تظهر أسفل الشاشة بعد قليل. هاي الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام حتى نسمع آراءكم ونستزيد من آراء الشعب العراقي بما يخص انتفاضة تشرين ودخول الانتفاضة إلى إضراب عام وعصيان مدني أو نهج العصيان المدني. أيضا للي ما يقدر يتصل عندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. هذا البرنامج ما أقدر أستقبل به أي مكالمة، أعتذر منكم مشاهدينا الكرام. ظهر الرقم أسفل الشاشة حاليا، أي شخص يريد يبعث لنا رسالة يكتب لنا هو من وين أتمنى واسمه حتى أقدر أقرأ رسالته بالبرنامج. وأعتذر من السادة المشاهدين اللي يدقون على رقم الواتساب لكن ما أقدر أستقبل أي اتصال على هذا البرنامج. انتفاضة تشرين بشهرها الثاني أو بأسبوعها الثاني من يوم 25/10 الحكومة العراقية أو ما تسمي نفسها بحكومة عراقية ما نفذت أي شيء، ما قدمت للناس أي شيء، ما سوت لهم أي شيء، انتفضوا الناس ضد هاي الحكومة. واليوم المطالب تزيد يوم عن يوم إلى أن وصلت بيوم 25/10 بإسقاط النظام وتغيير العملية السياسية وإلغاء كل شيء إجل هذا البلد من يوم 9/4/2003 إلى يومنا هذا حتى يرجع العراق مثل ما كان ويرجع العراق إلى حاضنته ويرجع العراق بحكم العراقيين، لا يسمع كلمة من أمريكا ولا يسمع كلمة من إيران. لكن ما تسمي نفسها بسلطة لا سمعت الشعب ولا سمعت آرائهم، بس تلقي الشعب رقم عد الحكومة بالانتخابات تعالوا صوتوا حتى يأخذون مقاعد حتى يصعدون وزراء ورؤساء وزراء وأعضاء بالبرلمان. اليوم الشعب ما يريد هؤلاء لكن الحكومة ما تسمعهم، فالشعب انتهج نهج جديد وهو بمساعدة النقابات وبمساعدة موظفين بالدولة إضراب عام عن العمل وعصيان مدني. انتو يا الشعب شنو رأيكم باللي دا يصير؟ اتمنى تسمعونا. عندي اول اتصال وياي ابو الحسن من البصرة، حياك الله اخوي. تحياتي اخي استاذ افل، حياك الجميع وكل كادر القناة. حياك اخوي. قناة البطلة هي منبر الثائرين في العراق. استاذ افل حقيقة قبل لا اعرض على الموضوع أبشر أهالي البصرة وأهالي الثوار أن المجرم التفاح رشيد فليه الذي هو أحد رموز فيلق القدس الإيراني وهو مجرم الحرب دخل اسمه في جرائم الحرب الدولية وهي أيضا جرائم ضد الإنسانية. هذا الرجل خلال التصوير وخلال التسجيلات وخلال متابعات أنه أضربه الثوار. أنا أقول يعني هذه بشرة لأهالي البصرة بزج اسم هذا المجرم التفاح في جرائم الحرب الدولية ويحاكم وإن شاء الله ينتحل قبل المحكمة. حقيقة يجب أن يفهم الشارع
تحية لكل ثوار تشرين وثوار أكتوبر. هذه الثورة التي انطلقت قرارتها من أرض الرافدين، وأعتقد هي نصر من الله سبحانه وتعالى. وأنت تعرف أخي أفل، بالنسبة إلى بالنسبة للإمام الحسين، خطين خط زوار الحسين، هذه خط كانوا يستعملوها أحد هذه الملالي في العراق وطهران لتمرير مشاريعهم القدرة. استعمل الشعب العراقي طريق الدوار ونجحت إن شاء الله الثورة، لأن الله سبحانه وتعالى وضع لها أيضا هو الله مع هذه الثورة. وتعرف كل زين الله سبحانه وتعالى لا يقدر أي دولة بالعالم أن تحارب الله، هذه الثورة مع الله سبحانه وتعالى ستنتصر قريبا. الحقيقة أريد أنقل معلومة جدا مهمة وخطرة، أرجو تعطيني وقت لأنه هذا الوقت جدا مهم أخي أفل، لأنه لازم أن أكشفها للرأي العام. حذر أهالي الجنوب وأهالي البصرة من استيراد أي مواد غذائية من إيران. لماذا؟ للوجود لوجود المعامل اتجهت إلى أدوات حافظة مال الموتى، وتعرف هاي الأدوات كلش خطرة، الأدوات الخطرة تؤدي إلى السرطان والموت البطيء. فأحذر كل أهالي الجنوب وأهالي البصرة الكرام بعدم شراء أي مواد يعني أقول لك أجبار ومشتقات الحليب. هو يعني أبو حسن، أبو الحسن إذا تسمح لي، يعني أصلا المتظاهرين بانتفاضة تشرين البارحة نزلوا هاشتاج وبدوا بمبادرة تخليها تخيس، عذرا من الكلمة، يعني قصدهم أنه البضائع الإيرانية المنتشرة بالعراق نتيجة استيراد حكومات ما بعد 2003 لهذه البضائع فقط، فأنه مقاطعة لكافة البضائع الإيرانية حتى تكون مقاطعة سياسية شعبية اقتصادية من كل النواحي. نعم، أخو معلومة أستاذ، ولو تطيب أستاذ أفل، دقيقة واحدة جدا مهمة أريد أنقلها. هذه الثورة نجحت 100%. نعم، لابد من القضاء على كل الطبقة السياسية الفاسدة بالعراق وإعادة هيبة العراق. الناس تريد وطن وتريد سيادة الدولة وحفظ وحدة أراضيها. فأعتقد يا أخي الكريم هذه الثورة على أبواب النصر. خلال أيام قليلة بدأت جموع الفاسدين بالهروب من العراق. لا بد من إسقاط هذه العملية السياسية، لأنه تعرف يوم أمس قد تحدث أحد رجالات أقليم كردستان قال أنه لن نقبل ب يعني صياغة الدستور أو يعني ترميم الدستور، لأنه كفقرة بالدستور أستاذ أفل الأكراد يجب أن يوافقوا عليه. فعلينا كثوار إسقاط الدستور العراقي، لأنه دستور بريمر تقديمي مزق العراق. فأعتقد كل هذه العمالقة أبطال الثورة هم لا يعرفون معنى الدستور ولا صوتوا عليه. فالثورة ناجحة وإلى مصير مجهول إلى كل الطبقة السياسية في العراق. سيعيد العراق إلى شعبي، سيعيد العراق إلى أهلي، ستعيد أصالة العراق. العراق جمجمة العرب، لن على كل الدول العربية والشعوب العربية وكل دول العالم أن تدعم هذه الثورة. هذه ثورة عملاقة لم تحدث في تاريخ الثورات في العالم، لأن الله سبحانه وتعالى معها، وأول مرة يكون الله سبحانه وتعالى مع هذه الثورة، ولا يمكن أن تفشل هذه الثورة ونجحت 100%. وعليهم الرحيل والهروب إلى خارج العراق. نعم، شكرا جزيلا لك أخي العزيز أبو الحسن من محافظة البصرة. مشاهدينا، يعني اليوم 3/11/2019 المواطنين أو عفوا المتظاهرين في ساحة التحرير تحديدا ضمن انتفاضة تشرين قاموا بوقفة مع شهداء انتفاضة تشرين. حددوا اليوم الساعة 8 بالليل، يعني قبل ساعتين من الآن، أنه راح تكون دقيقة صمت وحداد على أرواح شهداء انتفاضة تشرين. وزعوا مناشير وكلموا المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، أعلنوا عن هذه الوقفة. يعني المتظاهرين تنظيم نفسهم بأنفسهم بهذه الطريقة، استذكارهم للشهداء، سلمية التظاهرات اللي من يوم البدت إلى اليوم ما أصبحت بها أي يعني توغل مسلح أو حتى اللي رادي يندس داخلهم أعلن عنه وانكشف بيناتهم، لأنه
أثبتوا أن هم شعب يريد الحياة. أكو مقتطف مبث على شاشات التلفزيون على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بثت قناة الرافدين أنه قنبلة الغاز المسيل للدموع حولها أحد المتظاهرين إلى سندانة صغيرة لورود. قال أنا أريد أثبت للناس أنه إحنا شعب يحب الحياة، إحنا ما نريد قتل أو ما نريد دمار بهذا البلد. هاي التظاهرة يعني سميت بمسميات كثيرة، أو الانتفاضة. ثورة 20 أخرجت الإنجليز وهي عروس ثورات العراق، لكن انتفاضة 20 سميت بكثير من المسميات لأنها كان لها تأثير واسع بين الناس. وأهم يعني القضايا اللي أثرت بها انتفاضة 20 هي وأد الطائفية اللي اجت على ظهر الدبابة الأمريكية وعلى ظهر أكتاف أتباع إيران وذيولها، انوأدت بالعراق كله. اليوم المنتفضين اللي واقفوا بصفة ما يعرف من يا طائفة، وما سأل هذا السؤال. هذا أهم منجز لانتفاضة 20. احنا نشكر المنتفضين ونشكر انتفاضة 20 على وأدها الطائفية وتذكير العراقيين أنه لازم نتوحد ضد هاي الحكومة، وهذا اللي هو مخوف حكومة المنطقة الخضراء. خالد ويانا. السلام عليكم حبيب قلبي، تفضل اخويا. انا اسمي سعيد من بغداد. هلا بيك. بيك يعني ولد عشان يطلع عماله. والله يا اخي يعني الصوت اذا يعني اذا تتمكن تغير لي مكانك وتعيد لي اللي قلته، لان صوت جدا مو واضح. اقول لك اني في المدرسه. ايه انا طالب مدرسه. ايه وقمت بعد عشان عماله. نعم اتملت عم يصير عماله. زين عم يعيش عادي. هاي يعني طال يعني لا تبقى تصير عماله عدم الدق عدم المحاس مو صحيح؟ صحيح. والله يا أخ خالد ما افتهمت، اعذرني. خويا عمرك 17 سنة وعفت تشتغل عمالة. عمرك 17 سنة وعفت المدرسة وبديت تشتغل عمالة. ايه زين يعني ليش وعايز وان يعني وان يعني والدي تعبان ما بي حي صنع يوم في امك وصالين صالين في فقش كنت وحداني ليش؟ نعم شكرا شكرا لك اخ خالد من العاصمه بغداد. يعني راح احاول ابين للناس اللي قدرت افتهمه من اتصالك انه عمرك 17 سنه بعدك شاب صغير بالعمر، تقول انا عفت الدراسه وتركت مقعدي في مراحل الدراسه او في المدارس والثانويه والجامعه حتى اروح اشتغل عماله حتى اعيل اسرتي. يعني اتوقع انه انت ممتعض من هذا الوضع، وليش وصل بك الحال الى هاي الدرجه؟ يا أخي العزيز يعني أغلب الشعب العراقي عايشين بهذه المشكلة. المشكلة أنه عندنا بطالة كبيرة، عندنا عدم احترام إلى فئات الشعب العراقي من قبل السلطة الحاكمة، عندنا أمية رجعت إلى العراق بعد عام 2003، عندنا أطفال يشتغلون، عندنا فساد سياسي، عندنا فساد إداري، عندنا فساد مالي، عندنا فساد اقتصادي. مصانع العراق وقفت، مزارع العراق وقفت، الثروة الحيوانية بلشت تباد، الثروة السمكية أبيدت، كثير من النقاط العراق اليوم يفتقدها. المفروض على أي سلطة حاكمة بالعالم أكو أولويات في حكمها، اللي هي توفير الأمان، توفير الملبس، توفير المأكل، توفير يعني متطلبات الحياة الكريمة إلى مواطنيها. بعدها تفكر في متطلبات الرفاهية اللي هي زيادة الدخل، تقليل الضرائب، دفع رسوم جمركية عن الشعب، ترفيه الشعب، بناء غيره وغيره. هاي أمور ترفيهية تسمى، أما الأساسيات يجب على الحكومة أن توفرها. سلطة بغداد أو السلطة ما بعد الاحتلال ما وفرت أساسيات الحياة، تمطر الدنيا تطفح المجاري ويجيك عبعوب يقول لك أكو صخرة بالمجاري.
عندنا اتصال ويانا. ساره من بغداد، حياك الله اخت ساره. اهلا وسهلا اخوي. اهلا وسهلا، هلا بيك، تفضلي اختي. يا ريت يوصل صوتنا للعالم، ترى حرام اللي يدخل بالناس، حرام. لا طلاب يقدرون يدرسون بسبب المدارس تعبانه، الجامعات تعبانه. يعني الناس ملاقيه لبها، يعني ليش احنا العراق اغنى دوله بالعالم واحسن دوله بالعالم، ليش هيك؟ ليش معقوله؟ معقوله الشاب العراقي ما عنده الربع وما عنده الالف؟ انه حرام، والله حرام، هذا ما يجوز، هذا كفر كفر. يعني احنا العراق شلون اريد افهمها، اريد اعقلها، ما اقدر. يعني اقرا بالتاريخ يقول لي اغنى دوله واحسن دوله، واحنا سوينا وعلمنا الناس وسوينا وبدينا الكره الارضيه، وين هذا الحكي؟ جينا من عنده احنا؟ يعني افهم سياسينا ما يفهمون، ما يفهمون امه حرام. هذا دم الشباب اللي راح كله حرام، هذا حرام، حرام اللي يداوم، حرام اللي يطلع ويتولد وراس شهدائنا. ليش ليش؟ يعني هسه احنا بدنا نسوي الحملات ونقول يابا طلعوا طلعوا، اي معقوله ما يحسون وما يطلعون؟ يعني ادري ليش وقت احنا فلان دوله وفلان دوله وفلان دوله كلهم فوق راسنا ويعيشون براسنا احسن عيشه عايشين؟ ضد العالم الدول الفقيره، دول فقيره ما عندهم اي موارد، واحنا عندنا كل انواع الموارد. تقول لي عندنا وش قد ما تعيد ما تخلص، ما تنحصى الموارد عند العراق. نعم. معقول ابن العراق ما عنده يبكي على 1000 ويبكي على 500؟ والله كفر. بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. كل اللي اقدر اقوله، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا 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 لك اخت ساره. اركان من بلجيكا، حياك الله اخي اركان. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك. طبعا خليني اكمل كلمتي ارجوك. تفضل. ردا على خطاب المكتوب للمجرم الارهابي عادل عبد المهدي قبل ساعه ونص. نعم. يقول هذا المجرم ومن لف لفه من أحزاب وميليشيات إرهابية، يقول رافقت الاحتجاجات صور من البهجة والفرح ورقي الشعب العراقي وأريحية الشعب، وتحولت التظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرون في وحدة وتعاون رائعين في الشهرة لاستهزاء هؤلاء المجرمين، هو ومن معه في السلطة، جميع دماء العراقيين التي سقطت، وكأنما قتلت قطط وليس بشر، قد عزها الله بخلقه وعزيزة عند ذويها. ويتباهى هذا المجرم عادل عبد المهدي بأن أعداد الشهداء الذين سقطوا كانت أقل مقارنة مع أعداد شهر أكتوبر المنصرم، وهذه كذبة ثانية، أو كأنما يلعب لعبة في الانترنت وقد قل عنده عدد الضحايا، وليس شعب جبار له قيمة وله ماضي عريق. يا أيها الجبان أقول لك كما قال هذا الإرهابي، أن هناك منتسك تتعرض للقوات الحكومية الإجرامية. أنا هنا أطالب أي شخص يأتيني بتعدي أي متظاهر على رجل أمن، على رجل أمن بدون أن يبادر رجل الأمن باستخدام القوة ضد المتظاهرين، وهذه ردة فعل طبيعية دفاعا عن النفس، كما قال تقريركم أي تقرير الحكومة السابق الخائف الذي قال فيه أن القوات الأمنية كانت تدافع عن نفسها. الحال متشابك، هذا إنسان والمتظاهر إنسان. أما بخصوص قطع الطرق فهذا من حق أي شعب في العالم، ولا أنت ولا غيرك يستطيع منعهم دون تلبية ما يطلبوه وهو إسقاطكم. وأنا أدعو وأشدد هذه الأعمال بطولية من العصيان وقطع الطرق من الثوار الكرام. نعم. ولكن بنفس الوقت التسهيل، اسمح لي، التسهيل بدخول ومرور الغذاء والدواء والحاجات الضرورية الأخرى. أما بقولي باتهام المتظاهرين بالنهب، ألا يوجد غيركم من الناهبين والسراق والمجرمين، وهذه أملاك الشعب وليس أملاككم، وأنت تبعية إيرانية ولكم لسننا فخرجوا منها ملعونين غير مأسوف عليكم. أما بخصوص المتظاهرين، التنبيه بأن استخدموا القنابل اليدوية والمولوتوف والمنجنيق وحمل السكاكين. أنا الآن أتحدث بصفتي كعضو منظمة العفو الدولية المحايدة، أن نرى بل ولن نسمع من شهادات الشهود أن هناك حالة واحدة من هذه الحالات التي ذكرها هذا المعتوه أبداً، كما أننا وثقنا كل شيء وسوف نرد عليه
على اتهام رئيس الوزراء الحالي كما تقريرنا الأخير من منظمة العفو الدولية الذي يقول اليوم. أيضا قد كلفنا لجنة تحقيقية أخرى برئاسة وزير الصحة. لاحظون هنا تقريرنا كمنظمة العفو الدولية. طيب. ولدينا خبراء عسكريين وخبراء كيميائيين، اسمح لي سوف أكمل، وغيرهم، وتوصلنا إلى التقرير النهائي الذي ذكرته يوم أمس، وهو أن هذه القنابل للاستخدام العسكري، وأن الغاز الصادر عنها ليس رائحة غاز مسيل. آخر كان وياه. أخ أركان، يبدو أنه انقطع الاتصال ويا الأخ أركان. أم الوفا من كربلاء، حياك الله أم الوفا. مرحبا أخي، شلونك؟ هلا بيج أختي. أنا أشكركم على قناتكم الرائعة. حياك الله أختي عزيزة. وأنا متابعتكم من بداية ثورة تشرين، كان تقريباً شهرين. نتشرف. وبدأت تقولون الحقيقة وأنا أشكركم. بالنسبة للأوضاع الجارية بالعراق، طبعا احنا نتأسف كلش على هالشبابنا اللي جاي تروح دم بارد، اللي جاي يقتلون فيهم. هؤلاء مو عراقيين، هؤلاء هم طغاة غزاة اللي يجوا من إيران، اللي يجوا بفلوسنا. الميزانية هاي مات العراق اللي 16 سنة كلها راحن لإيران، إيران مستفادة كلها مهد، فلوس النفط كلها راحت، والسياسيين قاعدين على الكراسي وهم يعني صار لهم 16 سنه ما صنعوا شيء. نعم. وكل فلوس النفط كلها تطلع للخارج. اخي الضايع ده نشوفه ضايع يعني. وشكرا خويا. شكرا شكرا لك ام الوفا. راح اقرا بعض رسائل الواتساب حتى احاول اقرا اكبر عدد منها. عندنا عباس فاضل مايح يقول احيي قناة الرافدين واحيي اخوتي المنتفضين، الله يحفظكم وينصركم، صبروا ولا تنسحبوا فهم زائلون بإذن الله، شلع قلع كلهم حرامية. رسالة اخرى، السلام عليكم، انا اخوكم ابو تحرير من الاحواز، الله ينصركم وندعونا نتحرر احنا من ايران. السلام عليكم، انا احييكم على هاي القناة الوطنية الرائعة، الله ينصر اخواننا المتظاهرين، والله رفعوا راسنا يا ابطال الثورة، هذا الجهاد، هاي هي الغيرة. رسالة أخرى تقول وتبقى مظاهراتنا سلمية إلى النهاية. السلام عليكم، أنا علياء من بغداد، يا أخي إيران دمرتنا، إحنا شعب فتحنا عيوننا وخلص، ما نريد هالأحزاب الفاسدة، دمروا البلد، دمروا شبابنا، إحنا قضيتنا قضية وطن مو تغيير الوجوه الحرامية نهبة البلد، إحنا نريد القضاء على هذا الحكم الفاسد والباطل، كافي عاد. رسالة أخرى تقول فيديو الشهيد حسين الدراجي الله يرحمه، مو بس المفروض يسقط الحكومة فقط، المفروض يتحاسبون حساب عسيره بالقانون اللي دا يطبقونه بالمقلوب. نشكر قناتكم الوحيدة اللي دا تنقل الحقيقة، ومساء الخير على الجميع، نحن مع المظاهرات ضد هاي الحكومة الإيرانية، ما يفيد هاي الحكومة غير السحل والله، وتحياتنا لكل المتظاهرين واحد واحد. أخوكم أبو سيف الكردي من زاخو، حياك الله أبو سيف. عندي أبو فاطمة من تركيا، حياك الله. مساء الخير أستاذ أسد، ومساء الخير على جمهورك الكريم. مساء الأنوار. ومساء الخير على الشعب المظلوم اللي يوميا دا ننطي شهداء تسوى الحكومة واللي جاب الحكومة. حياك. يعني انا بس اريد اشوف يعني هاي الحكومه اللي تنطي بيانات، يعني هسه هي مسوي حظر على الشعب، الشعب الان اصبح سوى حظر عليهم، اذا هم صدق خلين الزول للساحات، ليش خاتلين ببيوتهم اذا كانوا موجودين في داخل المنطقه الغبراء؟ يعني انا من هالقناه اناشد اخوتنا الثبات في ساحه التحرير، النصر قادم ان شاء الله. إن شاء الله قادم، وناشد الأمم المتحدة من خلال قناتكم الموقرة على أن تساند هذا الشعب المظلوم. يا أستاذ هذا الشعب انظلم صار له 16 سنة، وأرجو أصواتنا توصل لكل العالم. نعم. وبالنسبة للخطاب مع الأستاذ عادل عبد المهدي اللامهدي، يعني من يقول كل من يرجع لبيته ودم الشهداء، اليوم 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 العصر شهداء اثنين راحوا بعمر الوقود، اليوم اليوم العصر يومية شهداء، هل ينزل ساحة التحرير هل يشوف يصير يعني ولده أقربائه يكون بهيك دم بارد؟ يعني العدد عبر 600 شهيد، يعني لازم يحال إلى محاكم دولية، لابد ينحال إلى محاكم دولية هو وزمرته. خلص بعد الشعب ما يسكت وما نتحلحل، لا والله
لا والله أبد ما نتحل حل. الطريق إلى الحرية، الطريق إلى الحرية، الطريق إلى الحرية، ما نتنازل عنها نهائيا. وأنا أشكرك يا أستاذ أسد وأشكر القناة الحلوة اللي قاعد تنقل أول بأول. أنتوا أشرف من أي قناة اللي كلها متكثرة. هذا واجبنا عليهم. هذا واجبنا أبو فاطمة ولاجئنا أستاذ أسد اللي الدم العراقي الغالي اللي دينذبح، وأي قناة ما غطتها. هذا واجبنا أبو فاطمة، ولا شكر على واجب. شكرا لك لاتصالك. أم أزهار من بغداد، حياك الله أم أزهار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها، وألف رحمة للشهداء اللي أبرار، والفخر إنه لهذه التظاهرات الحلوة. وهذه هاي السؤال بأنه إسقاط النظام، أهم شيء إنه كل المتظاهرين على نمط واحد في كلمة إسقاط النظام، إسقاط النظام. إن شاء الله إحنا نسقط هذا النظام الفاسد اللي إجانا من 2003 إلى هذا اليوم. وأنا أقول له يا عبد يا 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 مهدي زوية، وينك ما تطلع؟ ليش خايف انت حكومتك الفاسدة هذه؟ ليش قاعدين بالخضراء وخانسين او يقعد بهذا الفندق اللي قباض يتفرج على الشهداء؟ واقول للجبناء اللي يضربون هالشباب هذا ايرانيين يطلعون برا، انتم ما راح تبقون. انت يا هادي العمر يا الخزعل يا 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 المالكي يا كل مجرم حكم هذا البلد، سوف نسحلكم سحل الكلاب بالشوارع والله العظيم بالشوارع، ونهايتكم قريبة إن شاء الله. نعم. وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. أعود إلى رسائل واتساب حتى أقرأ أكبر عدد منها. الله يبارك بالشباب العراقي أهل الغيرة، لازم يقوم متحدين ولا يتنازلون عن مطالبهم. ليلى من أربيل، قلبنا معكم. شكرا لك أخت ليلى. رسالة أخرى تقول: أنا أبو الحسنين من السويد، أتمنى أن تقرأ رسالتي للشعب اللي علمنا الدروس من خلال ثوارنا. أنا أتكلم بلغة الدين الإسلامي معهم، إذا هم لديهم دين. أحد الصالحين يشرح كلمة السفيه، فقال: السفيه الذي يبيع آخرته لدنياه، فهؤلاء سفهاء باعوا آخرتهم من أجل إيران ونسوا العراق جمجمة العرب. يا رب يحفظ قناتنا المفضلة. السلام عليكم، الرجاء تغيير مفردة تخيس إلى خليها تفسد البضاعة الإيرانية. تحياتي لكادر القناة. أخي الغالي، يعني هذا هاشتاج أطلق المتظاهرين تحت مسمى هاشتاج خلي تخيس، قصدهم بها البضاعة الإيرانية، مو أنا اللي وضعته ولا القناة اللي وضعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبر يا شعب العراق فإن الله مع الصابرين، وابشروا فإن النصر قريب إن شاء الله. والدكتورة ندى من الدنمارك تقول: قلبي وعيني يقطر دم على أرواح الشباب الطاهرة اللي ينقتلون بدون سبب. تحية للشعب العراقي بهاي الثورة الجبارة، وتحية إجلال للجيل الجديد الثائر. والله أثبتوا للعالم شجاعة وبسالة ما شفنا ولا سمعنا بها عبر كل الأجيال. النصر لكم والتغيير قادم بإذن الله. وتحية رسالة أخرى تقول من نجيب داخل جبار، أو نجيب داخل جابر عفوا، يقول: تحية طيبة لقناتكم. الآن حسب ما ورد أن مقتدى طار إلى إيران، شنو سر زياراته اللي من قتل شبابنا؟ القضية أصبحت معروفة، سوف يأتي بخطة إيرانية جديدة لإخماد الثورة، الحذر كل الحذر منه. مشاهدينا الكرام، يعني دخلنا بشهر ثاني لانتفاضة تشرين. اليوم مو بس هم تظاهرات ودا يطالبون بإسقاط النظام، اليوم العراق دخل بإضراب عام عن العمل. نقابة المعلمين، نقابة الأكاديميين، نقابة المهندسين الزراعيين، نقابة المحامين، أغلبها دا تعلن الإضراب عن العمل. اليوم أكو عصيان مدني، أكو قطع طرق ما بين بغداد وواسط. أكو اليوم يعني عصيان مدني ببغداد والبصرة وديقار وميسان، جسور منطقة البنوق واحد من أدهان غلق، قطع الطرق بمنطقة البياع والكاظمية وأبو تشير والشعب. يعني اليوم الشعب دا يتخذ إجراءات سلمية مدنية تجاه الحكومة، لكن شو وقت تسمع الحكومة رأي الشعب وتنفذ رغبته؟ الرأي لكم مشاهدينا. أم عبد الله من بغداد، حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. لحضرتك وإلى قناة الشريف وكل العراق الشريف. حياك الله أختي. أستاذ البارحة أستاذ محمد طرح سؤال. نعم. إنه هل تستمر المظاهرات لفترة طويلة وهل
راح يبقى الشعب مع هذه المظاهرات حتى لو استمرت اكثر من معدل من الايام. يعني انا اقول انه استمراريه المظاهرات يعني اعتقد هو ليس لصالح الثوار. ليش؟ لانه الحكومه فاشله وهي تخاف انه سقطت في نظر الشعب العراقي. نعم. بس هي تحاول انه تراوغ وتستمر في انه تستمر هاي المظاهرات وتحوك كل الوسائل لقمعها، وهي ما يأثر عليها لانه ما دام قتلت الشعب العراقي وسقط عدد كبير من المتظاهرين تقدر تستخدم غاز تقتل به الشعب العراقي وكل المتظاهرين اللي موجودين. فلهذا يعني أم عبد الله انقطع الاتصال وياها. شكرا جزيلا لك أم عبد الله. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم وانتفاضة تشرين والعصيان المدني والإضراب العام عن العمل مستمر، ولكن تابعونا بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. وصلني خبر قبل قليل من شخص يقول: تحية طيبة، احنا موظفين في المصارف العراقية وقعونا على أوراق بعدم الخروج في التظاهرات أو التضامن مع المتظاهرين في انتفاضة تشرين، وإلا الفصل من البنوك والمصارف والهيئات اللي انتم تشتغلون بها. يقول: احنا نطالب بتغيير كل شيء، احنا مع المتظاهرين قلبا وقالبا، حتى مدراء الاقسام والفروع والبنوك نطالب بتغييرهم. وهذا يعني احنا نعتذر من الشعب العراقي لانه هذا مصدر عيشنا الوحيد، والله ينصركم وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. يقول: ارجو قراءة رسالتي. اخي العزيز، قرأت رسالتك. يعني اليوم بالنسبة الى التظاهرات، عندك بذي قار تظاهرات دعما للإضراب العام اللي دعت إليه اللجان التظاهرات ونقابة المعلمين، معلمين ذي قار طلعوا، طالبات إعدادية الفكر بمدينة الصدر شرقي بغداد أهمين طلعوا بتظاهرات وعصيان مدني، ساحة عدن ببغداد احتشد عدد بها من المتظاهرين، آلاف من الطلبة المدارس بمدينة الديوانية بمحافظة القادسية يتظاهرون اليوم معلنين انضمامهم إلى انتفاضة تشرين، واسط قطع الطرق الرئيسية بالمحافظة وإعلان الإضراب العام والعصيان المدني، ساحة مدينة الديوانية أو ساحة الساعة بمدينة الديوانية تشهد اعتصام العشرات من المواطنين العراقيين، أيضا آلاف من طلبة الجامعات والكوادر التربوية في العراق يعلنون انضمامهم إلى المنتفضين أو انتفاضة تشرين. يعني هاي كلها اليوم دت تتضامن مع التظاهرات، ورقعة التظاهرات الجغرافية دت يعني دت تتسع، والحكومة العراقية مدى تنتبه على شيء واحد ومهم، انه هذا الشعب بكافة فئاته مرايدهم من الطفل للكبير. حمد من ليبيا، حياك الله يا حمد. الله محييك. السلام عليكم. هلا بيك. تحية للشعب العراقي العظيم، وربي ينصر الثورة المباركة، ثورة تشرين ضد التبعية لإيران. حياك الله اخوي. الشعب الليبي معاكم ويدعي لكم ان شاء الله بالنصر المزور. نعم. وتحياتي لكم يا اخوان. حياك الله اخ حمد، مشكور، اشكرك.
عندي رسالة بالواتساب تقول: السلام عليكم أخويا، والله هسه صديقي دق علي تليفون وهو يشتغل بالحشد، يقول إذا تريد تسافر إيران أو لبنان تجيب لنا معلومات، أنا أسافرك على حسابنا. قلت له لو تموت ما أشتغل ضد الشعب وضد أخواني. قال والله لا أحرقك، وغلط علي بين قوسين. قلت له شو تسوي؟ سوي، الله شاهد على كلامي، واني عند البيت واريد ابلغ عليه، بس ماكو احد يستجيب لي وهو خاتل بالبيت. واليوم سمعت كلمه من الناس يشتغلون بالحشد يقول بناتي نزلون بالمظاهرات حتى يخربوها، واني شاهد على هاي الكلمه وهم دا يخطفون بالعالم. اعتذر لان طولت عليكم بالرساله. رساله اخرى تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد السلام. مقالة قصيرة من جسر المأمون، انه اكو فسحة زمنية لازم الشعب العراقي يستغلها. ما راح اقدر اقرأ المقالة كاملة. السلام عليكم، انتم جيل جديد صنعتوا تاريخ جديد للعراق، انتم رفعة للرؤوس العراقية، انتم ارث للاجيال القادمة، لانكم سطرتوا ملحمة لا مثيل لها في تاريخ العراق القديم والجديد. ورسالة اخرى: السلام عليكم، الخلل في الدستور العراقي اللي يجيب السارق يلبس سقاط ويوفر له حماية وحصانة هو وعائلته، ويقول له اسرق وماكو حسيب، انت فوق القانون. اسالك بالله الحلبوس، يعطى لكل نائب 3 ملايين بدل ايجار لكل نائب، اجمع ال 3 ملايين على 365، ايش قد بالشهر وايش قد بالسنه يطلع؟ واخيرا النواب ما راح يطلعون، لان لحد هاي اللحظه ما طلعوا فلوس مناصبهم اللي اشتروها. اقسم بالله اخوك كرار من هولندا. المفروض الانتفاضه تصير من جلال الدين الصغير. قال لا تاكلون نساتل. ابو شهد من بغداد، حياك الله اخوي العزيز استاذ رفعت. هلا بيك اخوي، احييكم واحيي قناتكم الوطنيه اول شيء. حياك، ورب ينصر كل متظاهرين الابطال اللي وقفوا وقفه ترجع. حياك الله اخوي. توحدوا ضد الطائفيه، ضد الحكومه الفاسده، حكومه ايران، حكومه ذيول ايران اللي دمروا هالبلد بخيراته ودمروا البلد بنهب كل خيرات هذا الشعب. نعم. كلمتي انه اوجهها انه الشعب العراقي كل اطيافه وبكل مذاهبه كلهم متوحدين انه ما يردون هاي الحكومه نهائيا. نعم. وان شاء الله يا رب النصر قريب. نعم. باذن الله. ونحييكم مره ثانيه على وقفتكم الطيبه والوطنيه ويا الشعب العراقي. حياك الله اخوي، حياك الله ابو شهد. وهاي الوقفه هي واجب على قناتنا وعلى القنوات العراقيه كافه، المفروض أن تقف هاي الوقفة إذا إن كانت هي إعلامية وحيادية. عندي رسالة تقول: السلام عليكم، تحياتي قناتكم. بس بالعراق حكومتنا تقتل الشعب، لأن يريدون تغيير نظام الحكومة. هي تخدم الشعب مو الشعب، لازم يخدم الحكومة. وكافي قتل بالشعب العراقي من الحكومة والأحزاب، وكل شاب يسوي كل الحكومة العراقية وإيران من شمالها، أو كل شاب يسوى كل الحكومة العراقية وإيران من شمالها لجنوبها. مارتن توما من كندا. رسالة أخرى تقول: أنا أخوكم من المغرب، السلام عليكم، تحية خاصة لشعب العراق العريق. يا شعب النخوة، زرتكم في الأربعينية ومثل همتكم ونخوتكم وكرمكم ما شفت، فقلبي معكم، وأتمنى الله ينصركم على أعدائكم ويجعل كيدهم في نحورهم. وتحية لأهالي الشهداء، ويحيى العراق حرا أبيا وسيظل هكذا. عندي رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أنا أشكركم على برنامجكم، هذه الثورة ستبقى تتمدد لحين انتصار المظلوم على الظالم. أنا أعتذر من السادة المشاهدين، دا أفوت الكثير من الرسائل لأنه صدقا كلش هواية رسائل دا توصلنا. السلام عليكم، تحياتي لك أخي أفل وإلى كادر القناة الرافدين، وألف تحية من أهالي محافظة واسط إلى كل الأسود المرابطين في ساحات الاعتصام. أسأل ربي أن يحفظكم جميعا، أخوكم علي ابن المولى. رسالة أخرى تقول: الله ينعل القوات الفاسدة، ويا نار كوني بردا وسلاما على العراقيين الأبطال، الله ينصرهم يا رب، الله يحفظ البصرة وأهل البصرة الشرفاء وأهل بغداد النشامة. أختكم أم أحمد. السلام عليكم، أكرم من ألمانيا، أكو مثل يقول كبرها تصغر، الآن المظاهرات كبرت بفضل الله وعزم أبطالنا الأحرار. أصبروا ما بقى شيء، الحكومة على حافة الهاوية عفوا إن شاء الله. شكرا لقناة الرافدين. أم حسنين تقول: أنا من محافظة البصرة، السلام عليكم. ليش هيك عراقنا خرب والدنيا تعاين على شبابنا الشهداء؟ ليش يعني والدول ضالة بس تتفرج؟ صرنا مضحكة بديهم بس مع كل هاي المعاناة، ونقول إن الله إلنا الله ونعمة بالله. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين.
المجاهدة بالحقيقة. ليس عادل عبد المهدي هو المجرم الوحيد قبل المالكي والجعفري والعبادي وكل الساسة الموجودين بالسلطة وزعماء الميليشيات مثل هادي العامري ومقتدى وأبو مهدي، كل اللي جاءوا مع قوات الاحتلال كلهم مجرمون بحق الشعب العراقي، وهاي الثورة راح تكنس الكل حسب ما قايل الأخ بهاي رسالته، أو عفوا أم مريم من بغداد بعدها أم مريم كاتبة هاي الرسالة. يعني اليوم الانتفاضة وقدة الطائفية وحدة الشعب، أكو تكافل اجتماعي بين المتظاهرين، تلقي اللي واقف يسموهم بصائدي القنابل اللي يطفي القنابل الغاز، وتلقي اللي داوي، وتلقي اللي يطبخ ويوكل، وتلقي اللي يكنس وينظف، وحتى شفنا مقطع فيديو إلى شخص قاعد يصبغ الرصيف، وتلقي بيه اللي زين، والفنانين قاعدوا يرسمون بساحة التحرير وعد المطعم وعد كثير من المناطق حتى يزينون المكان اللي واقفين به. اللي سووه المتظاهرين بهاي الشهرين ما سوته الحكومة ب 16 سنة. أكو مقطع لشخص طلع أمام المطعم التركي يقول شوفوا شون صاير، شبهها ببرج خليفة، يقول شوفوا المطعم شون صارت البناية كلها أضوية وكلها ألوان، والحكومة 16 سنة ما حطت لنا قلوب. مقارنات الشعب دي طلعها بنفسه، دي يقارن روحها بهاي الحكومة. فعلا فعلا كم يوم قعدوا على مبنى المطعم التركي نوروه، الحكومة العراقية ما تقدر تنور العراق، ما تقدر ترجع الكهرباء. يعني 16 سنة هم يحكمون، 16 ميزانية مرت على العراق، ميزانية واحدة من ميزانيات العراق تبني العراق، و15 ميزانية يقدر الشعب العراقي يعيش برفاهية العمر كله. وين راحت الميزانيات؟ بجيوب الفاسدين وببطونهم. هسه اكو تظاهر امام القنصلية الايرانية بمحافظة كربلة، بس المشكلة مو بالتظاهرة ولا بالناس، المشكلة بالقوات الامنية اللي قاعدة حاليا تطلق الرصاص الحي وقنابل غاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. انتم الناس دا تشوفون بعينكم ودا تشوفون على مواقع التواصل الاجتماعي ودا تشوفون بالتلفزيون وعبر الشاشات، اكو متظاهر شايل رشاشة؟ لا. اكو متظاهر شايل سلاح؟ لا. شنو اللي شايل المتظاهر؟ شايل علم، ما اعرف هل العلم يخوف السلطة ببغداد؟ يخوف الاحزاب؟ فعليا هو يخوفهم، لانه العلم العراقي اثبت أثبت العلم العراقي أنه هو سلاح بيد المتظاهرين لإثبات الوطنية والغيرة على هذا البلد. ويعرفون الأحزاب والكتل والسياسيين أنه الشعب من شال العلم العراقي رجع العراقيته، أو مو رجع العراقيته، بيّن عراقيته فوق كل شيء. سكت لهم 16 سنة نطاهم مهلة، بس المهلة عند الشعب انتهت. أبو محمد من بغداد حياك الله. مرحبا. هلا بيك. أنا أشكرك وأشكر قناتكم، بس عندي دزيت رسالة، هي مقالة. نعم. هي مقالة. تبين للشباب اللي مدى يعرف تاريخه القريب. مو أنا أبو محمد أعتذر منك، يعني إذا أريد أقرأ المقالة أنا شفتها المقالة. لا لا لا, لا, لا اسمعني بس. ايه؟ بس هي مقالة. نعم. هي أحداث جسر الشهداء اللي كان يسموه المأمون في وقتها. وتشابه ويا جثة الجمهورية. اللي شبابنا يعرف تاريخه القريب، يعرف تضحياته، شبابنا مدرسين لا يعرف شنو أحداث جثة الشهداء ب48. فهذه مقالة أرجو أنه في برنامج من البرامج مالتكم ناقشوها ويا الأساتذة، ويا لأن تاريخنا مليان بالتضحيات من أجل العراق ومن ضياع العراق. فهذه أرجو أنه هي مقالة إن شاء الله ناقشوها في أي لقاء مع الأساتذة مع المختصين، تبين تاريخنا العريق. نعم. تضحيات أبناء إيه؟ فهي صارت وانطوا بيها تضحيات وانطوا بيها شهداء وانطوا بيها على جثة الشهداء، كان يسمون مأمون ب48. نعم. ومو بعيد 70 سنة. نعم. فاسم المقالة من جسر المأمون إلى جثة الجمهورية، فسحة زمنية 71 سنة. أمر. نعم. هذا اللي حب أقول فيها. وصلتك أو لا هاي المقالة؟ وصلت. وأنا يعني أعتذر منك إنه ما قرأتها، لكن إن قرأت المقالة راح تأخذ وقت البرنامج وراح تأخذ وقت المتصلين. ما دزيتها تقرأها. ما دزيتها. نعم. دزيتها تناقشوها في برنامج. إن شاء الله. إن شاء الله.
تنقل إن شاء الله. مشكور مشكور أبو محمد، شكرا يا هلا بيك. عندي رسالة تقول حسين الكلابي من كركوك، تحياتي واحترامي لقناتكم. إن سوء إدارة السياسيين للعراق دمر كل مفاصل البلد الحبيب، لكن دائما الحق يعلى ولا يعلو عليه. هذه الانتفاضة وحدة الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، فلا وجود للفاسدين ولا السياسيين في هذا الوطن العظيم. كل الشكر والتقدير لشخصكم وقناتكم. رسالة أخرى، محمد من صلاح الدين، أحب أسلم عليكم على المتضارين. عند اتصال آيات من واسط، تفضلي أخت آيات. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي. حنزلتي وأصير رياض متظاهرين وضد الحكومة. أتمنى يسمع صوتي ويوقف في الجموع ضد المتظاهرين. كان نعم. حرام هاي الشباب اللي جاي تروح بأمر الورود. نعم. نعم. اي اتمنى من محمد الحلبوسي اتمنى يوقف المسيل للدموع. حرام هاي، يعني هم يشاردون، هم بس يردون يعني حقوقهم، يعني يطالبون التعيينات، يطالبون بتوفير الخدمات، حالهم حال باقي الدول اللي بالعالم وبالخارج. وشنو احسن من عندنا؟ احنا بلد الخيرات، يعني احنا اهل النفط، احنا يعني كل الخيرات عندنا. يعني عبد المهدي ما جاي يشوف، يعني ما جاي يشوف جاي يصير بالمتظاهرين، يعني ما جاي يشوف، يعني وين عند القنوات الفضائيات ما يشوف الشعب شيرين. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل عليه. أخت آيات تقولين أتمنى من محمد حلبوسي وهو ولا عادل عبد المهدي ولا برهم صالح اللي جابوهم إيران راح يقدرون يقولون لا الإيران، ما هم اللي قعدوهم في هذا المنصب. أخت آيات من واسط، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. آخر رسالة راح أقراها لأن الوقت أدركني. أخي الكريم، هؤلاء الساسة من ذيول إيران، من عبد المهدي وهادي وأبو مهدي وقيس وجلاوزة إيران، يستقتلون للدفاع عن مصالحهم الشخصية ومصلحة خامنئي الفارسي بقتل وقمع الشباب العزل الأبطال، لكن هاي الثورة وحدت شعبنا من الطائفية وهؤلاء الذيول إلى مزبلة التاريخ. أخوكم أبو شهد من بغداد من ساحة التحرير. حياك الله أبو شهد، وحيا الله المتصلين ببرنامج وأيضا اللي كتبوا، اللي قرأت رسائلهم واللي ما قدرت أقرأ رسائلهم. برنامج صوتك، عفوا، حلقة اليوم عن انتفاضة تشرين. انتفاضة تشرين مستمرة، الشعب ما زال يكتب تاريخه بإيده، وهذا اللي نريده. ما نريد لا إيراني ولا أمريكي. نلتقيكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.